اول شيء نشكر الجمعيه ديال اللاعبين المحترفين اللي كيترأسها السي مصطفى الحداوي على هذه العاده الطيبه والعاده اللي كل المتتبعين ديال كره القدم كل المكونات يعني كينتظروها بشغف، واكيد بانه هي كتكون بمثابه يعني صله رحم في نهايه السنه من بعد العمل الشاق والدؤوب اللي كيقوموا بكل المكونات، سواء كانوا مسيرين سواء كانوا اطر تقنيه سواء كانوا لاعبين. واظن بانه هذا تيكون ثمره وتتويج ديال العمل اللي تقام به، وفي نفس الوقت كيكون بحافز لكل واحد يشتغل اكثر لكي يتوج. واظن بانه هذا العمل اللي كيقوم به السي مصطفى مع الطاقم اللي معاه والفريق العملي معاه، اظن بانه يشكر عليه شكر كبير جدا. واظن بانه اصبحت هذه العاده كما قلت لك كنتسناوها في نهايه كل سنه. بالطبع في الحضور ديالي هنايا فانا فخور جدا، وكنتمنى ان نحرز هذه الجائزه بين اللاعبين اللي هما لاعبين كبار، وكنتمنى لهم مسيره موفقه في المسار الكروي ولا في الحياه ديالهم. فكنتمنى ان نحرز هذه الجائزه باش نفرح حتى الجمهور ديالي اللي كيتسناني بفارغ الصبر. احراز ديال لقب فخري ديال افضل دفاع البطوله الوطنيه فهو كان في موسمين متتاليين، دونك انا في العقد ديالي وقعت فيه مع حسنيه اكادير في موسمين متتاليين. حسنيه اكادير هو افضل دفاع البطوله الوطنيه لذاك الموسم، وهذا الموسم تلقينا فقط 22 هدف. هذه اشياء تتفرحني لانها تتعلق بالبوست، واحد البوست اللي هو حساس اللي هو مركز حراسه المرمى، وهذا الشيء خلاني انني في الموسم فارط نحظى بجائزه ديال افضل حارس بطوله وطنيه، وهذا العام نكون مع لي نوميني مع الزملاء ديالي في فرق اخرى منافسه شريفه على لقب ديال افضل حارس. الى تلقيتها فغنكون فرحان، خدا شي واحد من الزملاء ديالي فبكره رياضيه غنفرح ليه. على العموم بكل صراحه هذه اشياء تفرح، لان كانت في لوزوبجيكتيف في العقد، لان فريق حسنيه اكادير كان فريق اللي تيلعب كره هجوميه ولكن الشباك ديالو كانت تلقى اهداف، ومن لوزوبجيكتيف كان هو انه ديمينيي ولا بغينا نقولوا مينيميزي ذاك العدد الاهداف. الحمد لله نجحت فيه، وهذه اشياء تتلس الصدر، مع العلم ان الواحد دائما خص يجتهد. غنقول لك وصلت للكمال، ترتكبوا اخطاء، نتمنى ان شاء الله نزيدوا نحسنوا الاداء ديالنا باش الموسم المقبله سواء في حسنيه اكادير ولا في انديه اخرى عبد الرحمن الحواصلي يبقى حافظ على الثبات ديال الاداء ديالو ان شاء الله.